عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الأعزاء. أنا جبت لكم معايا اليوم عصير جديد اللي غينال الاستحسان ديالكم والرضا ديالكم، عصير اللي غادي يعجبكم ويعجب وليداتكم، والمقادير ديالو سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت. نتمنى إن شاء الله تتابعوني. غنحتاجو في هذا العصير 4 ليمونات، بنانة واحدة، دانون فاني، ربع كأس من السنيدة على حسب الرغبة، 4 الجزرات مقطعين ومسلوقين، وكاس ديال الماء اللي تسلقوا فيه. ونمروا دابا لطريقه التحضير. نضيف السنيدة حسب الرغبة. وهذا هو الشكل النهائي ديال العصير. كيجي غزال وصحي، عارفين شنو دايرين فيه. وبالنسبة للسنيدة كتبقى اختيارية، لما بغيتوش تقوي السنيدة ما تكتروهاش، اكتفي غير بعض الملاعق ولا جوج ولا